محامون يحتجون على قرار وزارة العدل فيما يتعلق بمنعهم من التغريد أو عن التغريد في تويتر. وفقرتنا الدائمة أو التركيبة أو جزء من التركيبة الأساسية يا هلا بالعرفج هذا المساء الدكتور أحمد العرفج عامل المعرفة قبل كل شيء. اهلا وسهلا بكم، مساكم الله بالخير، شكرا دائما لكل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في اهلا. ونبدا بموضوعنا لهذا المساء، اذ اثارت تصريحات المتحدث الرسمي لوزاره العدل يوم امس عن مراقبه المحامين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا اثارت استياء القانونيين يعني منددين الحقيقه بالقرار، واصفينه بانه من غير اختصاص الوزاره، منوهين في نفس الوقت بانهم على قدر المسؤولية والالتزام قانونيا وأخلاقيا، ويعني لا داعي لمثل هذه القرارات. قبل أن نناقش نتابع هذا التقرير ثم نعود للنقاش. بعد تصريح وزارة العدل بمراقبة المحامين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثار الرأي القانوني مستائنا من هذا التصريح المستفز، مطالبين الوزارة بذات الوقت بحماية المحامين وليس تهديدهم، فيما طالب آخرون كما عبروا في صحيفة الشرق بقيام وزارة العدل بدورها التوعوي لدى الجميع بدون أن تناقض نفسها بالمراقبة وهي غير قادرة على ذلك، فيما يذكر آخرون أن الهدف من تصريحات المتحدث باسم وزارة العدل هو إسكات المحامين الذين ينتقدون أدائها. والجدير بالذكر أن وزارة العدل تمنع المحامين من الدعاية لنفسهم في أي وسيلة كانت ما عدا ما يخص الاستشارات العامة عبر وسائل الإعلام. شكرا للزملاء على هذا التقرير. لمناقشة هذا الموضوع يسرني أرحب معي بالمحامي المستشار القانوني الأستاذ عبد العزيز الخريجي، وأحب أنوه هنا أن حاولنا الاتصال بوزارة العدل أكثر من مرة لكن لا ما في هناك أي استجابة للأسف. نتمنى يعني انهم يتواصلون معنا او اي وقت حتى يوضحون ذا الفكره. ابدا معك، اهلا وسهلا بك. السلام عليكم، حياك الله. شكرا لحضورك. لماذا اثارت يعني تصريحات الوزاره والمتحدث اسمها استياءكم؟ يعني ما المشكله؟ لا يظهر لي او من الزملاء وجود سبب معين، فلان يعني استطيع القول انه ما المسؤول بيعلم من السائل، فهو سبب مجهول، لانه هي تتم تداول انه هناك اقاويل أنه بدأت وزارة العدل بمراقبة تغريدات المحامين، ومن ثم تم التأكيد على ذلك من قبل المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل. فالتصريح أو القرار الذي تم الاتخاذ فيه ليس للمحامين أي سابقة له أو أمور مبنية عليها حتى يصدر هذا القرار بهذا الشكل وبهذه الصيغة. القرار فجائي، فاجأ جميع المحامين، لم نصدق أساسا وجود هالقرار أو اتخاذ هالقرار بأساس من وزارة العدل، لأنه التعامل مع وزارة العدل مع المحامين هما جزء واحد في مسألة تحقيق العدل وفي تطبيق الأنظمة، لا يتصور من المحامين كثير من الأقاويل التي نسبت لهم في مسألة أو تركت على إطلاقها في مسألة التصريح من قبل المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل. التصريح حتى لو بحثنا في التصريح نجد أنه في جزء في تناقضات عدة، مثل الآن عندي ذكر أنه إحنا يتم مراقبة الأعمال لكن ليس لدينا أي إدارة أو مراقبة، فكيف تتم اساسا اليه الاداره لكن والمراقبه؟ لكنهم خصصوا مراقبه نوع من التغريدات ام تغريدات اي محامي بشكل عام؟ لا، هو اطلقها ولم تحدد اساسا. نتحدث اساسا في مساله الرقابه في على العمل، هل هي تعتبر قانونيه الرقابه عليكم اذا ما قرنتها ب يعني منهج عالمي او الرقابه؟ المحامي حتى يقوم بعمله يتميز بحصانه مدنية وجنائية، وهذا من مبادئ الأساسية عالميا، وهذا ما أكد عليه كذلك نظام
المحاماة السعودي أكد أنه المحامي فيما يتعلق في عمله يجوز له أن يسلك ما الطريق المناسب الذي يحقق سبب أو النتيجة المرجوة دون في حدود معينة اللي هي لا تمس الشرف والكرامة في الأشخاص الأخرى الثانية ما لم تتطلبها كذلك واقعة الدعوة طلبها الحال. فعملية الحصانة والتحديد الإجراءات في رقابة الرقابة على إجراءات المحامين بهالصيغة هذه فبالتالي فيها انتهاك أولا للخصوصية الموكل مع موكليه بحكم أنه حسب ما تم في التصريح أن جميع المحامين عليهم رقابة تشمل توجهاتهم وتصرفاتهم. فبالتالي أنا أولا لم تعاملني كمحامي. طيب أنا بسأل أيضا سؤال آخر فيما يتعلق هل هناك في سبب يعني هل هناك سلوك معين من محامي في شرارة معينة أدت إلى أن الوزارة اتخذت هذا القرار؟ طبعا يفهم الناس أن تمنع القضاء من التغريد مثلا ولكن موضوع المحامين هل كان له مبرر؟ هل كان له سبب حادثة معينة؟ ما لم يظهر للمحامين جميعهم أي سبب داعي مثل هذا التصريح أو هذا التوجه اللي اتجهت فيه وزارة العدل، لأنه أساساً عملية الإدارة أساساً إذا وزارة العدل هي لها ولاية شكلية، يعني هي السبب وجود كثير من المحامين الممتعضين من هالتصرف أو هذا التصريح هو عملية أنه ادعت وزارة العدل أنها لها الحقية بسحب تراخيص المحامين وهذا ليس لها الحقية. لو رجعنا لنفس النظام فيه لجنة معنية تسمى لجنة التأديب تعنى بأي مخالفات يقوم بها. طيب المحامي هو السؤال الآن يعني أستاذ عبد العزيز أنتم الآن خصمكم هو الخصم والحكم، يعني أنتم لو قررتم كمحامين تتكتلون وتعملون عريضة دعوة أو نعم. من إلى من ستذهبون؟ القضاء الإداري هو المعني فيها. طيب القضاء المظالم. طيب المشكلة الآن وزير العدل هو رئيس مجلس القضاء. لا ديوان القضاء الإداري له صفة استقلالية. القضاء يتبع من تحت مظلة؟ يتبع معالي رئيس ديوان المظالم باستقلال ولا طيب توقعون لكم تقدمون أنكم تكسبون القضية وترفعون هذا المنع عنكم؟ لا هو الآن ما بعد تحقق مسألة المنع، هذا لم يتحقق المنع لم يتحقق هنا، ولكن اللي أشاروا إليه أن عملية تصرفات المحامين تحت الرقابة وتحت التوجهات، بمعنى آخر أنه يا محامي لا تتخذ أي تصرف إلا ما يوافق توجههم نوعا ما أو لا تصرح في جزئية معينة. طبعا فيها مسائل معينة في عملية إصدار التصريحات وإصدار الآراء، هذه آراء شخصية أساسا لكل مواطن لها الحقية أنه يقدم رأيه. حتى خادم الحرمين أصدر في عام 1438 أمر ملكي أكد على حرية النقد البناء، ولا نتكلم عن نقد. طيب أخيرا أقول فيما لو نفذت الوزارة قرارها، هل فعلا أنتم عندكم خطة أنكم ترفعون لديوان المظالم؟ هو ليس قرار الآن اللي موجود، ليس قرار، أقول فيما لو أصبح قرار، هي تخالف النظام. النظام عندي موجود، ما اختلفنا، تخيل مع أنه صار قرار، لو ما صار خطواتكم؟ خطوات المحامين هذه مسألة المحامين، احنا لا نسعى لوجود صدام بيننا وبين وزارة العدل. احنا وياهم كلهم، احنا بتصور المحامين انه وجود خطأ، في خطأ. احنا نطلب من وزارة العدل اما تفسير هذا التصريح اللي نسب، وان كان وجود في خطأ فهذا خطأ جسيم، لانه النظام اساسا يتعارض مع نفس النظام. نعم استاذ عبد العزيز الخريج المحامي السلطة القانوني، شكرا لحضورك معنا في هلا، ونلقاك ان شاء الله في حلقات مقبلة، ويمكن يصير القرار يمكن لا يصير ما يصير. شكرا لك. فاصل ونعود لكم بعد قليل. أهلا وسهلا بكم من جديد. نذهب إلى أكثر المقالات الصحفية زيارة على مواقع الإنترنت، والمقال الذي حظي بأكبر عدد من التعليقات وأيضا أبرز التعليقات أو أبرز تعليقات القراء على المقال الأكثر تعليقا، إضافة إلى المقال الذي اخترناه لكم نحن فريق برنامج أهلا من الصحافة السعودية، نتابع. المقال الأكثر قراءة من صحيفة اليوم للكاتبة هيلدا إسماعيل بعنوان المرأة ملف غير رسمي،
تقول إسماعيل: أخيراً يبدو أنه سيظهر ملف جديد وشائك آخر يخص المرأة السعودية غير ملف قيادة السيارة، وهو ملف السماح بدخول العائلات للملاعب، حيث كشف مدير عام استاذ الملك فهد سليمان اليوسف أن الأستاذ على جاهزية كاملة لاستقبال العائلات من الجاليات الأجنبية وليس العائلات السعودية أبداً، وهي الحيرة التي أثارت لغطاً ومشاحنات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الفائت، مما اضطر الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى النفي. ورغم هذا النفي الواضح، إلا أن عدسة محمد الضاوي التقطت في مباراة المنتخبين السعودي ونيوزيلندي صورتين، أحدهما لامرأة أجنبية وأخرى لسيدة سعودية منقبة. وتكمل الكاتبة: ولمزيد من الإثارة عاد سليمان اليوسف ليؤكد على كلامه وينشر صورة الخطاب الرسمي الذي تلقاه من الأمين العام للاتحاد السعودي للكرة، والذي تضمن السماح للعائلات بدخول المباريات. وفي المقابل سار اتحاد الكرة بالرد قائلا: إن هذا السماح لم يتم الإعلان عنه رسميا. والسؤال الذي فكرت به هنا: ماذا تعني كلمة رسميا؟ هل الدخول للعائلات سيتم بشكل سري عبر مخابئ وأقبية ودهاليز مثلا؟ أم أن التذاكر ستباع تحت الطاولات؟ وتختم هيلدا: الآن وقد بدأت أفكر بطريقة أكثر أمومية مقارنة بالمباريات التي لا أريد أن أحضرها، ومقارنة بالسيارات التي لا أريد أن أقودها، فإن كل ما أتمناه فقط أن يسمحوا لي يوما ما بأن أحضر حفل تخرج ابني من المدرسة أو حتى الجامعة، وأظن أن هذا هو الملف الشائك الأكبر الذي قد يجعلني أفعلها بطريقة غير رسمية وربما تنكرية من أجل لحظة فرح هامة في تاريخ قلبي وأمومتي التي أقدسها. المقال الأكثر تعليقا من صحيفة عكاظ للكاتب مشعل سديري بعنوان: هل التقمت تمرة أم جمرة؟ يقول الستيري: حسناً فعلت حكومتنا الرشيدة عندما قننت وحددت الكوتا، أي العدد المعتمرين من الخارج والداخل، إلى أن ينتهي مشروع التوسعة العملاق. وبما أنه سبق لي أن أديت ولله الحمد العمرة مرة واحدة في حياتي، فقد أليت على نفسي ألا أكررها مرة أخرى، مفسحاً المجال لمن لم يؤدها، وجاء متحملاً المشقة من كل فج عميق. لهذا منعت بعض أهل بيتي عندما أرادوا أن يكرروها قائلا لهم: إن هذا لن يتم حتى ولو على جثتي. وعندما شاهدوا عيني الحمراء انصاعوا لأمري مرغمين وهم يرفعون أكفهم للسماء، ولا أدري إلى الآن هل هم كانوا يدعون لي أم يدعون علي. ومع ذلك قدر لي أن أذهب في منتصف رمضان إلى مكة المكرمة للالتقاء برجل يقطن في الطابق العلوي من برج الساعة من أجل الاتفاق على عمل بيني وبينه. وعندما أذن المغرب والتمرة في يدي فتحت فمي متحمسا وفرحا والتقمتها سريعا، ولكن وما أن حانت مني التفاتة من خلال النافذة وإذا بي أشاهد الشمس على حافة الأفق لم تغرب بعد، ووقعت فعلا في حي سيبيس. ويكمل الكاتب: ومع ذلك ما زال ضميري غير مرتاح، خصوصا بعد أن عرفت أخيرا من قراءتي للقاء صحفي مع الدكتور عبد العزيز باصرة، وهو رئيس العلوم الفلكية في جامعة الملك عبد العزيز، عندما أكد أن الفارق بين الطابق السفلي لذلك البرج وبين الطابق العلوي هو 3 دقائق، على أساس أن كل 125 متراً ارتفاعاً تقابلها دقيقة واحدة كفارق توقيت. واعتبر عضو مجمع الفقه الإسلامي الدكتور محمد نجيمي في حديث له أن قضية التوقيت واختلاف الإمساك والإفطار في برج الساعة في مكة المكرمة يعتبر نازلة من النوازل الفقهية تحتاج إلى درس وتأكيد. ويختم ستيري: إنني والله أتحرقص الآن لكي أعرف هل يلزمني القضاء أم أن صيامي كان جائزاً، وأن التمرة التي التقمتها سريعاً لم تكن والعياذ بالله جمرة من نار استقرت في معدتي. المقال الذي اختاره لكم فريق يا هلا من صحيفة الحياة للكاتب عبد العزيز سويد بعنوان: نحن من أسباب مشكلاتنا. يقول الكاتب: لنكن صريحين مع أنفسنا، نسبة مهمة من مشكلاتنا سببها عدم احترام حقوق الآخرين، مع غياب وجود من يفرض النظام تنتشر الفوضى. الأمر يتعدى قيادة السيارات والمخالفات، وإن كانت أبرز وأوضح من غيرها، لكنها مما أشبع نقداً ومحاولات طرح حلول. المسألة في التعامل، والأمثلة كثيرة في غمط حقوق الآخرين من الشارع إلى المكتب. ويضيف الكاتب: يبدأ المراجع في شرح طلبه أو حاجته للموظف، ثم يرن جوال الأخير فيبادر للرد، تاركاً المراجع في منتصف الكلام وكأنه يعتبره عصفوراً في اليد والمكالمة على الشجرة. ويضيف الكاتب: ولا أعتقد أننا سنتطور ونرتقي ونساعد على تيسير أمورنا إذا لم يحترم الواحد منا حق الآخر. الأولوية لمن وصل أولاً على أن يضع حق الآخر في اعتباره،
وهناك نظام واضح في المرور مثلا حتى ولو علىه الغبار. أيضا في التعامل قبل هذا وبعد هناك حسن الخلق، وهذا ما نفتقد الكثير منه في تعاملاتنا مع بعضنا البعض. ويختم السويد: كل فرد لا يهتم سوى بإنجاز شأنه ولو على حساب آخرين، يعتبره البعض إنجازا وشطارة. الأجهزة الحكومية عليها دور في هذا ما دمت الممارسات تقع داخل مبانيها، لكن في الشارع سواء كنت تركب سيارة أم ماشيا الكوابع تتلخص في حسن الخلق. ولا عجيب أن في مجتمعنا مباريات تنافسية على أشدها في كل شأن تقريبا، لكنها تتركز على الشكل وتبتعد عن المضمون. حسن التعامل وحسن الخلق ليس لهما حظا في المنافسة. نذهب إلى أو نبقى في المملكة العربية السعودية، ولكن هذه المرة المملكة العربية السعودية بالأرقام وليس بالكلام. ستة بالمئة تصدر المملكة في قائمة دول الخليج في زيادة الرواتب لعام 2014. 18 خطيب جمعة تم إيقافهم خلال شهر بسبب خطب سياسية. 40 كنديا لتدريس العربية بجامعة طيبة. أكثر من 2 مليار ريال لمشاريع النظافة بمدينة الرياض لمدة 5 سنوات. 150 قطعة أثرية تعيرها المملكة لإيطاليا لعرضها بمتحف فنتريانو. 31 دولة ستصلها لجان أواصر لمتابعة المتزوجات من سعوديين. 34 مؤسسة صحية مخالفة أغلقت خلال شهرين من مختلف مناطق المملكة. 39 مادة قانونية لمكافحة الجرائم المعلوماتية الخليجية. 300 معلم يتدربون على سلسلة عالمية في اللغة الإنجليزية تحت مظلة وزارة التربية والتعليم. نتابع أيضا مقطع اليوتيوب الأكثر تداول في السعودية والهاشتاغ الأنشط عند المغردين والمغردات، وقبل ذلك الرسم الكاريكاتيري الذي اخترناه لكم من الصحافة السعودية. نتابع. الكاريكاتير الذي اخترناه لكم من صحيفة الحياة للفنان ناصر خميس، الذي يصور بريشته ساخرا ظاهرا انتشرت في الأوساط الخليجية والسعودية، خاصة بتصوير كل وجبة يتم عملها ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام. من الفيديوهات الأكثر تداولا على اليوتيوب: مواطن يتجول ويصور مستوصف العزيزة بشرورة ويوثق خلوه من الموظفين. مركز كامل، وقت الدوام تقريبا الساعة الآن 3، ما فيه أحد، والدوام ينتهي الساعة 4، والملفات هذه بإمكاننا ندخل ناخذ أي ملف. شوف الفوضى، نطلب ملفنا الآن ساعة، موظف ما هو فيه. وهذا المكتب الثاني فاضي، أوراقهم نطلة. استوصف كامل فاضي. وهذا مدير المركز، والله الدعوة فوضى فوضى جدا. من الهاشتاجز الأكثر نشاطا على تويتر: إغلاق الأسواق باليوم الوطني. إذ تم تداول أنباء مؤخرا عن إغلاق الأسواق في مدينة الرياض مساء احتفالات المملكة باليوم الوطني، وتفاعل المغردون مع هذا القرار بين مؤيد ومعارض، في حين أنه حتى اللحظة لم يصدر أمر رسمي بهذا الخصوص. فاصل ونعود لكم بعد قليل مع فقرة يا هلا بالعرفج مع الكاتب الساخر الدكتور أحمد العرفج، عامل المعرفة قبل كل شيء. اهلا وسهلا بكم في فقرتنا الاسبوعيه يا هلا بالعرفج. شوف وين يتشوفونه، هنا في اسفل الشاشه وهنا اللوجو. شكرا لحضورك عامل المعرفه الدكتور احمد. تتعب انت، جينا من جده مره. اي والله، وكمان الكرسي يا اخي، انت كل اسبوع تحطني بكرسي، فشكلي حجيب الكرسي معي على الرحله. والله شوف ترى كراسينا احسن من كراسيك، لا تخليني اصور الكراسي اللي عندك في البيت
وطلعها للناس. طيب ذيك الحمر كأنك في عرس في السبعينات. بس صريح من هذا يا أخي، كل يوم كرسي. لا شوف أنت قاعد تتمدد، هذاك هذا وسعنا لك فيه. عرفت يعني نعمل توسع، الهدف أنك تكون مرتاح. طيب إن شاء الله حيجي وقت تجيبوا لي كرسي صغير، لأني خلاص إن شاء الله في طريقي للتخصيص. بالعكس نتمنى الحقيقة. وبما أنه معدل مثلا يوم الإجازة صارت تبدأ من الجمعة والسبت. أيوه. فصير إيش علاقة الرجيم بالسبت تنتهي. نعم. وتبدأ مع الأحد. نعم. لعل الله. نعم. يعني. نعم. يعني يحل الأمور العالقة يعني. والله هذه يعني تفريعات يا أخي، ما تدري ممكن تجي مجاعة يصير فيه مخزون استراتيجي من الشحوم واللحوم. والله ما تفريعات تفريعات. عموما نبدأ في موضوعنا وفقرة الفقرة الأولى أخبار نعلق عليها. الخبر الأول في الحياة، 11 وزيرا تركوا الخدمة وتعيين 26 دبلوماسية وابتعاث 857 موظفا. نشوف الخبر مفصلا ونعود. ترك 11 وزيرا سعوديا الخدمة العامة في عام 2012، فيما تم تعيين نحو 26 دبلوماسية سعودية خلال العام نفسه، ومددت الخدمة لنحو 13 وزيرا كانوا موجودين في بداية العام مع نظرائهم تاركي الخدمة لأسباب متعددة. تعليق دكتور. والله شو هو الوزراء، أنا تمنيت يكون العكس، يعني اللي يتقاعدوا 13 واللي يمدد لهم 11 حتى إيش يكون في تجديد دماء أكثر. بس أنا عجبني في الخبر استقالة واحد، أنا أعتقد أنه أنا لأن العام استقلت فاستقالة واحد، إذا مو أنا فأتمنى. يعني أنت ما استقلت، أنت طلبت تقاعد. التقاعد يعني فيها فلوس. هذه ممكن نروح على كراتب حق التقاعد. أيوة بس ودي بعرف الاستقال هذا المتهور منه هو اللي ما شاء الله. شكرا. وشخص واحد لو كتب اسمه والله نحتفي فيه ونسوي له حفل. هي لأنها سابقة. ها؟ أي سابقة. لا وفي الخبر منسقين أنه استقال شخص واحد، فلفت نظري هذا الواحد والله نفسي أعرفه عشان أعطيه جائزة. سنسعى في ذلك. أي نسعى. أي والله. طيب نروح للخبر الثاني من صحيفة الشرق، دخول النساء إلى الملاعب، رئيس رعاية الشباب ينفي والشرق تؤكد بالصور والمخاطبات. شهدت مدرجات استاد الملك فهد الدولي حضور عائلة سعودية وامرأة نيوزيلندية رغم نفي الاتحاد السعودي لكرة القدم السماح للعائلات بدخول المدرجات. وطالب الأمير نواف بن فيصل الاتحاد السعودي لكرة القدم التحقق من ملابسات الموضوع، مؤكدا أن آلية دخول الملاعب من حق الدولة وليس اتحاد الكرة. يعني لو سألتني أطرف خبر في الأسبوع أقول لك هذا الخبر. ما في شك الرئاسة العامة رعاية الشباب تتحمل مسؤولية التخبط والتضارب في التصاريح، وهذا اللي خليني أطرح سؤال كبير يا أبو سعد على التاريخ كله. يعني أتومبي المؤرخ البريطاني لما جاء يكتب تاريخ بريطانيا جلس في شقته فشاف مشاجرة في الشارع، فنزل سأل الأول إيش السبب، أعطاه سبب، سأل الثاني إيش السبب، قال له والله سبب ثاني، كل واحد يعطي سبب لين صار عنده 8 أسباب. فقال أنا الآن مضاربة أمامي حصلت وفيها 8 أسباب و8 آراء، فما بالك بالتاريخ اللي قبل 1000 سنة و2000 سنة وكذا. إحنا الآن عايشين حادثة، شفنا إنه عوائل في الملعب، واحد ينفي واحد يثبت، مستحيل يكون يعني نكون وصلنا لهذه الدرجة من التضارب بالتصاريح. لذلك هذه هي كتب التاريخ. خلينا نأخذ هذا السياق. أنت لما يجي مؤرخ بعد 100 سنة يكتب عن تاريخ الرياضة في السعودية، المؤرخ هيدخل في حوسة من التصاريح المتضاربة. لذلك يحضرني بيتين من الشعر للشاعر العراقي العظيم مصطفى صادق الزهاوي، يقول وما كتب التاريخ في جل ما روت، وما كتب التاريخ في جل ما روت لقرائها إلا حديث ملفق، بصرنا بأمر الحاضرين فرابنا فكيف بأمر الغابرين نصدقوا. إذا حنا الآن حادثة زي هذه بسيطة، دخول النساء للملاعب لا ندري هل حصلت أو ما حصلت، وهي الأسبوع الماضي في ظل الانفتاح الفضائي والانفتاح الإعلامي والكاميرات والجوالات والواتساب، ولا نعرف هل حصل. مدير الملعب يثبت والرئيس العام ينفي، من نصدق؟ والله شوف هذا الخبر يعني تقدر تنكت عليه للصبح وتقدر تزعل منه لليل. نعم. تقدر تعمل أشياء كثيرة من هذا. صحيح. من هذا الخبر. صحيح. ولكن أنا أعتقد أو أتفهم الضغط اللي على رئيس رعاية الشباب أو على رعاية الشباب، أتفهم تنازع تيارات كثيرة، لكن في النهاية شفنا عوائل يعني سواء الشرق ولا العربية. نعم. شفنا يعني أكدت. صحيح. الحضور، فتعرف في قرارات احنا نقول لا بس نفذوا شيء زي كذا. نعم نعم. هو يتعودون الناس. هي لكن في مساله
العائلات، في واحد غرد قال طيب لو انا هلالي وزوجتي نصراويه او انا نصراوي وزوجتي هلاليه، لجنه التطبيع واحد قالها يعني، واحد في تويتر لا يحضرني الان، فيعني في تطبيع. انا تمنيت الرئيس العام انه ما يتدخل في يخلي الامور تمشي، لانه الاخ مدير الملعب كتب رقم البوابه ما ادري ايش جاء، يمكن نعم. يمكن جاء ممكن وفد ولا شيء، بس رئيس الملعب قال انه دخلوا من البوابه واحد، بوابه العائلات، وانا اعتقد انه من ضغوط الاتحاد الاسيوي واحد للعائلات مثلا، ولا مكتوب في الخبر انه واحد للعائلات. شوف من الضغوط التي يمارسها الاتحاد الاسيوي والاتحاد العالمي انه لابد في 2013 من دخول المرأة للملاعب، وإلا ستعلق عضوية الاتحاد السعودي. طيب هو صراحة شكله بتعلق بغض النظر، لأنه في عزوف جماهيري والمنتخب حنا أهم شيء الاتحاد، وأنت طبعا أنت حالتك محزنة ذا الفترة مع الاتحاد الله يعني. سيدي دائما وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله يفك كرب الاتحاد. طيب نروح للخبر الثالث وهو من الاقتصادية. الإفتاء تلزم المستفتين بالحضور وتفتح مكاتب لها في جميع مناطق السعودية. راح نشوف الخبر ونعود للنقاش. ألزمت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء المستفتين بالحضور لمكاتب الإفتاء المزمع إقامتها في جميع مناطق السعودية خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تعيين أعضاء إفتاء، مؤكدة أنها لا تتلقى الاستفتاءات ولا تجيب عليها عبر شبكات التواصل الاجتماعي. يأتي ذلك في الوقت التي ستشرع في افتتاح مكاتب للإفتاء في جميع مناطق السعودية خلال الفترة المقبلة، وذلك كخطوة تهدف التسهيل على المستفتين الراغبين في الفتوى، وذلك للمرة الأولى. علق يا حق يا حق. والله شوف، انا اول ما قرات الخبر استبشرت وقفزت فرحا، لانه تعرف الملك عبد العزيز رحمه الله عندما دخل الحجاز مكه ووجد في الحرم الائمه المذاهب الاربعه تدرس وكانت موجوده. قرات الخبر هذا ففرحت، قلت ان شاء الله انه يكون مفتي لكل منطقه بما يتلائم مع المنطقه. انت تعرف الامام الشافعي له فقه، فلما هاجر او سافر الى مصر بدل الفقه حقه، صار الفقه المصري الشافعي الذي يلائم الطبيعة المصرية. أنا فرحت بهذا الخبر، قلت لعله أنه يكون مثلا مفتي مكة مثلا يكون من أهل مكة يتفهم طباعة، في قضايا مثلا تختلف من منطقة لمنطقة، هذه واردة بالفقه. يعني احنا عندنا مذاهب أربعة، جزء من العالم الإسلامي يتبنى هذا المذهب، جزء يتبنى هذا، حتى المناطق يعني الحسا كانت على مذهب الإمام مالك، في شوافعة في الجنوب، في شوافعة في الحجاز. هذا التنوع نتمنى أن يعود، وهذا إثراء للفقه الإسلامي للأمانة. يعني هذه جهود فقهاء ينبغي أنها تبث بأكبر قدر ممكن، لكن مع الأسف أني أنا حبطت لما سمعت قرأت للمتحدث الإعلامي للإفتاء يقول لا هم مفتون، هم علماء إفتاء وليسوا مفتي مناطق. فأنا أتمنى إعادة النظر واختيار من ذوي الخبرة والكفاءة والصلاح من أهل المنطقة، لأنه يعرف المناطق أكثر، يعرف الخصوصيات في المجتمع التي تلائم. والشافعي كما قلت كثير من الفقهاء غيروا آرائهم في أكثر من مسألة، بس مو فات الوقت يا دكتور حتى من أهل المناطق. لا نتمنى ذابت، ما عاد تلقى لا شوافع في الجنوب ولا تلقى شوافع، يعني أصبح يعني منهجا واحدا. والله نتمنى نحن يا سيدي، يعني ما حتفرق كثير، ما نفرق، بس خلينا نتمنى حتى الأماني كمان. لا تتمنى براحتك، بس حتى الأماني كمان أخذتها، بس أوضح لك الفكرة. بس لا، إذا الأماني أخذتها حتى لا يلتبس، لا يلتبس، ما أضيق العيش لولا فسحة الله. حلوة لا يلتبس، لا جميلة. طيب نروح للوطن. الوطن إيداعات إبراء الذمة تقارب 250 مليون. نتابع. كشف البنك السعودي للتسليف والادخار عن أن إجمالي المبالغ المدعى في حساب إبراء الذمة بلغ خلال شهر أغسطس الماضي 1,647,000 ريال عبر 343 عملية إيداع. وأوضح المتحدث الرسمي للبنك أحمد الجبرين أن إجمالي المبالغ المدعى بالحساب منذ نشأته وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي قد بلغ قرابة 250 مليونا تم جمعها من خلال 27,587 عملية إيداع. تعليق ولا ناخذ فاصل؟ والله اللي تبغى، انا في شيء اذا فيه راحه ممكن ارتاح شوي. لا علق. يا حبك للعناد. شوف، لما تقول ان السعوديه مجتمع محافظ وكذا، انت تعرف انه هيئه الفساد لها الان سنه او سنتين طلعت يعني فساد بكم كبير.
لما تقول انت من ذو انشاء الصندوق حتى الان 250 مليون، لو قلنا انه عدد موظفي الدوله مليون، كان كل واحد تبرع 250 ريال، وهذا شيء غير صحيح ابدا. انا اعتقد ان الرقم الذي يجب ان يكون عليه في براءة الذمة اكثر من كذا بكثير بكثير، ولكن نقول هذه خطوه، هو استحداث الصندوق هذا بحد ذاته خطوه، لكن انا توقعت انه يكون الرقم يعني في اول شهرين مليار مليارين إذا كنا يعني فعلا حريصين على براءة الذمة، لأنه الإنسان أحيانا يكون ضعيف أمام المال، ممكن يسرق، ولما يبلغ من الكبر عتية يخاف الله فيرجع ما سرق. أعتقد شيء أنت كنت موظف حكومي. لا أنا كتبت أعلنت سرقاتي في مقالين وقلت أنا اللي يبغى مني النقل الجماعي وأمي فقط، أما الباقي ما سرقت. النقل وش سويت فيهم؟ لا النقل وأنا صغير كنت كانوا يطلبون ريال، فأنا أقص الريال وأحط نصه وأرجع بنصه، فكل يوم تقريبا خسرهم نص ريال، حسبتها طلعت 200 ريال، جيت بسدد قالوا لا لازم تسدد لنا من عام 1402 الى الان الارباح المركبه، قلت لا انا ما اقدر اتعامل في الربا، الموضوع كبير كذا، الموضوع كبير فبطلت خلاص. المهم اني اعلنت النيه انه انا سرقت كذا وكذا، فرحت تصدقت فيها على الفقراء الحرم. طيب راح نروح فاصل ونعود لكم بعد قليل. اهلا وسهلا بكم من جديد، لازلنا في فقره يا هلا بالعرفج مع عامل المعرفه الدكتور احمد العرفج. اهلا وسهلا فيك. اهلا بك. في خبر في صحيفه الحياه، جمعيه المحامين السعوديين 90% من بيانات مكافحه الفساد غير قانونيه. نتابع الخبر ثم نعلق. يا سلام. قال رئيس جمعية المحامين السعوديين ماجد قاروب إن 90% من البيانات التي تصدرها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة في شأن القضايا التي تكشف عنها غير قانونية، لأن هيئة مكافحة الفساد تتجاوز هيئة الرقابة والتحقيق والقضاء. ووصف قاروب المحامين الذين يلجؤون إلى وسائل الإعلام لطرح قضايا لا تزال منظورة بأنهم فاشلون، معتبرا ما يقومون به تسويقا ينم عن جهل، وأن شهرة المحامي لا تعني القوة والأمانة والكفاءة. تعليق. يعني أنا دائما يا أبو سعد في هذا البرنامج انتهجت خط وهو الاعتماد على الأرقام، لأن الكلام في المطلق والكلام في الشارع والكلام في البهاء هذا شيء كل يجيده. الآن في تصريح أنه 90% من تصريحات نزاهة غير قانونية، يجب أن الأمور تحسم هذه فعلا. أنت ما تقدر تعلن عن شخص ما لم يصدر فيه حكم، وكلام المحامي هنا الأستاذ قاروب منطقي، أنه أنت ما تستطيع تشهر بأحد حتى يصدر حكم، وهنا ما صدر حكم، فهي تتجاوز كل الأعراف والقوانين. أيضا هو بيّن هنا قال مجرد أنها تسويقا ينم عن جهل، هم يحاولوا يسوقوا لنزاهة أننا ضبطنا وضبطنا وضبطنا، لكن لابد من صدور تأكيد ودليل على أنه الجريمة وقعت أو الفساد وقع أو المخالفة حصلت. لذلك أنا أيد أنه هذا التصريح يأخذ ما أخذ الجد من هيئة النزاهة، وأنها تتضبط وتتأكد من تصاريحها قبل صدر أي تصريح. نعم، راح نروح للخبر السابع المدينة، هو الخبر السادس عفوا. ديوان المراقبة مخالفات بالجملة بالدوائر الحكومية وصرف 3.5 مليار ريال دون وجه حق. نتابع. كشف تقرير ديوان المراقبة العامة المعروض على مجلس الشورى عن تنامي المخالفات المالية في القطاعات التي تخضع لرقابة الديوان، وأشار التقرير أيضا إلى أن الديوان اكتشف وجود 3 مليار ريال تم صرفها بدون وجه حق أو سند نظامي خلال عام التقرير فقط. يعني والله شوف يا أبو سعد، إحنا الموضوع اللي قبل 90 الآن هذا أنا ما أدري كيف أعلق عليه. يعني أول شيء أنه عبارة غريبة أنه صرف من دون وجه حق، هذه يعني ما أدري أنا كيف أفهمها، يمكن أنك تفهمها. أنا أعرف الوجيه الوجه، لابن واحد يقول لك أعطني وجه، ولا والله فلان ما أعطاني وجهه وطيحت وجهي، لكن دون وجه حق هذه ما أقدر أفهم. يمكن أنت أكيد أعرف مني باللغة. لا ما نعرف منك العفو، بس أنه دون وجه حق يعني ما أدري، يعني كانوا في ناس ما يعطيهم وجه يبغون ينصبون، يعني ما أدري والله. بعدين يعني مثلا في ناس مثلا ممكن ينصب يعطون وجه، في ناس ما يعطون وجه، ما أدري في وجه شر في وجه حق.
يعني هي يعني فينا نستعيض عنها ب نظاميه وغير نظاميه غير مثلاً نظاميه مثلا أيوة او تكون مثلا شيء رسمي او غير رسمي لكن دون وجه حق يعني ما عباره فضفاضه لا تحتمل يعني الا الوجيه تعرف الوجيه في السعوديه كثيره يعني هذا يذكرني الخبر بخبر نشر زمان في المدينه عن واحد سرق قبل من جنسيه عربيه ففي سياق الخبر يقول لك انه سرق ابل وكل شيء وكل شيء وفي وبعدين في الاخير هو تحول من خبر الى تنظير فيقول لك انه لابد ان يعاقب لان السارق غير سعودي يا الله يعني عرفت القضيه يعني لو سعودي ما يعاقب اي عرفت يعني انه هذا يعني من ضمن الجريمه الاساسيه ناهيك عن باقي التفاصيل هذه تصدق يا ابو سعد دائما اللغه خداعة والناس ما ينتبهوا لها أمس تداول الناس في تويتر عبارة لجمعية المعاقين مكتوب لا تقل للمعاق يا معاق بل قل له أنت من ذوي الاحتياجات الخاصة مع تحيات لجنة المعاقين هم كتبوا جمعية المعاقين جمعية المعاقين هم ما كتبوا جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة وقعوا في نفس الخطأ اللي يحذرون منه الناس عموما نرجع للخبر هنا يقول تنامي المخالفات المالية شوف تنامي يعني أنها تكبر ونحن توقعنا أنه مع جاية نزاهة أنه تقل هذه الأمور لم تخنق ما خنقت هي تنامت بعدين الحسابات الختامية 70% منها كذا 93% من العقود غير صحيح عليها ملحوظات 100% من الحسابات الختامية للصناديق الحكومية عليها ملحوظات 100% طيب ديوان الرقابة العامة هنا طرح مشكلة كبيرة وهي أنه ما في دقة في الحسابات ايش نسوي الله اعلم والله يا اخي قاعد افكر انا مثلك افكر بس ايش يقول ابو بكر سال احيانا افكر وافكر وافكر كلمات فزع احيانا افكر وافكر وبس وتنام وتنام بعد التفكير لانه ما في حل انت تفكر كثير والله على حسب الحاجه يعني احيانا ما افكر مو دائما افكر لما اكون اسبح مثلا ما افكر لاني ما ابغى اشغل طاقه تعرف التفكير ترى استهلاك كهرباء من الجسد فانا ما افكر الا وقت الضروره يعني وقت الحاجه وقت ما يكون في شيء يستدعي واحيانا اجل التفكير اقول والله في موضوعي مع علي ما افكر فيه افكر فيه بكره بعد الغداء عندي 5 دقائق فاضيه افكر فيها على مستوى التفكير في تفكير بطريقه ثانيه يقول لك في شاعر الله يمسيه بالخير ما يحضرني لان يقول انساك لحظه واذكرك باقي العام أيوة حتى وانا ناسي نسيت وذكرتك الله شوف فهذا الايش يعني التفكير الله نزار قباني يقول في عبد الناصر افكر ايش ويتعب راسي حين فيك افكر تعاودني ذكراك كل عشيه ويتعب راسي حين فيك افكر او شيء زي كذا فاحيانا ترى التفكير يولد الصداع والصداع يعني يتعب الراس والله تعبان يا دكتور شكلك لا والله شكلك رومانسي كذا شوف الحجازيين لهم مثل جميل يقول لك اذا عورك راسك فكرمه واذا اذا عورك راسك ايش تسوي فيه فكرمه اكرمه يدلله واذا عورك بطنك احرمه لا تاكل بس الراس يعني الجاحظ انت الظاهر تكرمهم الاثنين انا اثنين لا بس الراس مهمه الجاحظ يقول يا بني لا تكن الراس فانه كثير الافات تعرف الراس كثير الافات ام الصلع يجيك العين الخشم كله في الراس فالراس هو المهم يعني طيب. الحواس الخمس كلها في الراس طيب نبتعد بعيدا عن الراس والروح الى كاتب اليوم فقره الاخبار انتهت كاتبنا اليوم كاتب الحقيقه قدير وهو في الأساس طبيب فعنده مشرطين واحد في الكتابة وواحد في عند المرضى هو كاتب في أكثر من مطبوع الحقيقة تنقل في عكاظ وفي الوطن وفي المدينة ثم جاء لمرة أخرى يعني كذا لف الآن استقر في عكاظ الدكتور حمود أبو طالب كاتبنا لهذا الأسبوع له كل تحية وتقدير محاكمه هنا كاتباً لا طبيباً طبعاً كما نقول دائماً وفي نفس الوقت سيسرد الدكتور أحمد المميزات ثم يذهب إلى السلبيات واليوم المقال اللي راح نقراه للدكتور أحمد أبو طالب عنده مقالات طبعاً كثيرة ولكن ميدان رابع المحلي نشوف إذا سمحت مقال كاتب الأسبوع للكاتب حمود أبو طالب بعنوان جماعة رابع المحلية يقول حمود سيرغي ويزبد كثيرون من هذه الكلمات وسوف يطلق الأتباع والمريدون من جماعة على عماها أفخر ما لديهم من قاموس الشتائم فور أن تصلهم الإشارة من غرفة القيادة المحلية ولكن لا يهم لأن هذا طبعهم الذي لن يتغير
لقد قالت روتانا طارق السويدان وروتانا مجموعة إعلامية محسوبة بشكل أو بآخر على المملكة وقناة الرسالة متخصصة في الخطاب الديني، ولكن هل بإقالة طارق السويدان سيتعظ أحد من كتيبة الإخوان لدينا؟ أو بشكل أوضح، ألا يوجد لدينا من هو أهم وأبلغ تأثيراً وأشد خطراً منه؟ وما زال يتصدر منابر الإعلام والإرشاد والوعظ والمناصحة في وسائل إعلامنا ومؤسساتنا الرسمية والخاصة، وما زال يمارس تنفيذ الأجندة الإخوانية بدهاء واحتراف، لكنه محاط بهالة كبيرة من الحصانة والمجاملة الاجتماعية. ويختم محمود: لقد عاثوا في كل مفاصل المجتمع وسوف ينهشون هذا الوطن فور أن تحين لهم فرصة يعتقدونها مواتية، ولو تم تفتيش أدراجهم المغلقة لأمكن كشف الكثير من مخططاتهم التدميرية. نبدأ بالسمات. أبغى أسوي كذا زي المثقفين لما يفكرون كذا، تعرف حمود يحتاج إلى قدر من اللياقة، كذا هم يسووا له. اي بس حمود ما يسوي الحركه. لا ما يسووا المثقفين، بس ابغى صور كتب وراي. لا بنجيب لك صور، في حركات ثانيه غير كذا. ايش هي؟ بعدين اقول لك. لا قهوه. ايه؟ القهوه وفيروز. نعم، صوت فيروز حتى لو ما يحب. بالنسبه للدكتور الصديق حمود ابو طالب، الحقيقه انه انفقت يعني فتره من الزمن وانا اقرا له من سنين، بس امس كثفت الجهد على اساس انه يكون ضيفا لهذا الاسبوع، الكاتب الاسبوعي. من مزايا حمود ملاحقته للحدث للامانه، يعني انه اي شيء يحصل بعد 24 ساعه 48 ساعه تلقى حمود استجاب وكتب عنه، يعني هو كاتب في الشان الاجتماعي حاضر دائما، لا يغيب عن التمارين ولا يغيب عن المباريات الاجتماعيه، دائما حاضر في مقالاته. التنظيم لديه جيد جدا، يعني أنت لما تشوف مقال زي هذا تشوف كيف ما شاء الله البراغراف بشكل مرتب وواضح، لمسة الطبيب الجراح واضحة، فهو يقص الكلمات قص ويجرحها بالمشرط دون أن يسيل الدماء منها. جمله دائما قصيرة جدا، نظرا لأن الأستاذ الدكتور حمود أبو طالب من جازان وجازان بلد الشعر، فأيضا خلفية الدكتور حمود الأدبية قوية جدا. نعم هو شاعر. نعم، ولذلك شاعر، ولذلك تظهر بين أساليبه تلك اللغة الراقصة، تلك اللغة الشاعرة، تلك اللغة الجميلة. وللأمانة أنه الشأن العام ما أخذ حمود أبو طالب، أنا لو قلت لك حمود أبو طالب ممكن يكون ناثر جميل لو أنه اهتم بالنثر والسياق الأدبي، لكن يبدو أن الهم الاجتماعي أشغله عن هذا. اللغة الأدبية مميزة فيه. نرجع نأتي للعيوب. أبرز عيب عند حمود أنه مثير بلا إثارة، وهذه تحتاج إلى قليل من التصريح. هذا يكون ذكاء كيف يعني؟ لا، مثير بلا إثارة بمعنى أنه هو يكتب يعني زي المقال اللي قرأناه الآن، جريء ومليء، لكنه لا يجد رياحا تحمله. يعني حمود دائما ما شاء الله يكتب أجرأ من غيره، ولكن من هم أقل منهم جرأة يأخذون الصوت ويأخذون الشهرة ويأخذون الانطلاق. ما أدري، لعل أنا التفسير البسيط أن حمود ليس لديه حواريين، يعني ليس لديه حواريين بمعنى يحطون مقالاته هنا وهنا يوزعونها، مع أنه للأمانة يعني كاتب هامش وعالي لحد بعيد، يعني لا تستطيع أن تقول أنه كاتب هين أو كاتب مسالم، لا هو مشاكس، فهو مثير بلا إثارة. من أيضا من عيوبه تنقله من صحيفة إلى صحيفة، تعرف يعني يقولون الإنجليز الحجر المتنقل لا يثمر، لما تشيل الحجر من مكان لمكان لمكان لا يمكن تجد تحت الزروع. حمود أبو طالب أضرت به أنه راح العكاظ، بعدين جاء المدينة، بعدين رجع العكاظ، وأنا أعتبره أول رتويت صحفي إذا صح التعبير. إيه؟ رتويت أنه كان في ذا فأعيد إلى رتويت صحفي. إذا كتب من عيوب حمود، إذا كتب في الشأن العام يندفع اندفاعا قويا، بالذات إذا كان يحاكم التيار الديني وممارساته، يعني يندفع بقوة قد تفقده المصداقية أحيانا. مصداقية بمعنى ليس بالأرقام، مصداقية أنه يشعر الإنسان أنه قارئ السطور يحاول أن يدفعه دفعا للاقتناع بالفكرة. أيضا من آخر ما لاحظت عليه في كتابته في السياسة العالمية، مندفع بالعواطف العربية، لا يحلل ولا يعطي أرقام، هو بمجرد يعني تقول أنه هناك مؤامرة أو هناك مثلا كذا أو نحن لعبة بين روسيا. ما أعتقد يستخدم كلمة مؤامرة لا ما يستخدمها، بس هو يقول أنه ضعنا يعني آخر مقالات يقول ضعنا بين روسيا وأمريكا وكذا.
ما يعطي تحليلات. لذلك أنا إذا كان لي صداق الدكتور حمود أنه يبتعد عن الشأن، نحن نحتاجه في الشأن العام المحلي، لا نحتاجه كاتبا سياسيا، لأنه كتاب السياسيين أصلا عمرهم ما كانوا ذا قيمة. أنت لو أخذت أي كاتب سياسي مثلا أخذت مقالاته لمدة سنة لقيت أن الواقع في جهة ومقالاته في جهة أخرى. مو كلهم في ناس بوصلة يعني. نعم بوصل. نعم أستاذ عبد الرحمن راشد أولهم. طيب هذا وأصلي وأسلم على رسول الله. لما انتهينا وانا نقيم الصلاة. لا أنا آسف والله أنا حاسف. لا بس خلاص الآن راح نروح فاصل ولا عندنا مزاين الكتب، فقرة مزاين الكتب ولا فاصل؟ طيب مزاين الكتب كما سميتها يا دكتور. نعم وأرجو أنكم تأخذون تحفظون التسمية. نعم. لي كتابنا هذا الأسبوع أي مولقة بكرة واحد لا طشها ولا شيء. لا ما عليك. أكيد. طيب الحقيقة أنه كتابنا لهذا الأسبوع هو كتاب الشيخ صالح بن حميد إمام الحرم ورئيس مجلس الشورى السابق، وهو رفع الحرج في الشريعة الإسلامية. لكن وأنا أقلب في مكتبتي وجدت هذا الكتاب، ثم وجدت هذا الكتاب أيضا رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتور أبا حسين، ثم وجدت هذا أيضا رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، وفي ثلاث كتب بنفس العنوان ونفس المباحث والفصول متقاربة. طبعا من أول من ألف فيه أول من ألفها والدكتور أبو حسين أبا حسين هذا ألف 1391 يعني، وأنا كنت في يمكن ما دخلت المدرسة. لا ما دخلت مو موضوعنا هذا. اي لا بس عشان انا اوريك طاحت بسيطة بسيطة يمكن 40 سنة. طيب 40 سنة يليه هذا 1399 هذا ألف بعد هذا بثمان سنوات تقريبا او تسع. الدكتور صالح بن حميد هذا 1424 يعني بعد هذول بربع قرن تقريبا بعد الاثنين ذولا. الكتاب هذا الحقيقة انا كتبت عنه كثير واشجع على اقتنائه. دعنا نتكلم عن الكتاب لأنه بس عشان قبل نروح لهذا ماذا يعني ذلك؟ هل يعني والله يعني تكرار في مسائل يعني. أنا أعتقد أنه هذا طبعا هذا رسالة دكتوراه وهذا رسالة دكتوراه كلاهما، بس هذا في الأزهر وهذا في جامعة أم القرى. هذا أيضا ليس رسالة علمية إنما بحث علمي، لكنه ليست رسالة علمية. هذا دكتور مصري وهذا من جامعة الإمام أبا حسين وهذا من جامعة أم القرى. أنا أعتقد أنه نظرا لأنه يعني صالح بن حميد لم يقدم الرسالة في مصر، بالتالي خلينا نسميها التواصل بين مجالس البحوث العلمية يحدث مثل هذا الخطأ. يعني مثلا أنا لما رحت لأدرس في الماجستير بس أضاف شيء يعني ولا نفس اللي هي؟ لا 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 ما في نفس، لأن الشريعة هي الشريعة مجرد استقراءات. طيب تنصح ب أنصح بقراءتي وكتبت عنه أكثر مرة. الغريب كل ما كتبت عنه يختفي من الأسواق ويظهر كتاب آخر ما وجدته. والله كتاب 70 صفحة اسمه مختصر رفع الحرج، والحقيقة أنه الكتاب زي هذا لا يختصر لأنه أصلا هو رسالة دكتوراه بسيطة يعني ما فيها حشو أبدا. الكتاب هذا جميل لما تقرأه يا أبو سعد تشعر أن دين الإسلام فعلا دين سمح. مثل إيش يعني؟ مثل أعطيك مثال، مثلا في حديث ابن عباس هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 8 أيام يجمع الظهر مع العصر والمغرب من غير خوف ولا مطر ولا سفر، فلما سئل قال لكي لا أشق على أمتي. العلماء يضربون مثال لهذا الحديث يقول لك واحد بينزل يحفر بير مثلا خايف يفوته وقت العصر مثلا، هو في البير يصلي الظهر مع العصر مقدما. واحد بيروح السوق ويخاف انه ما يجد دورات مياه ولا كذا فيصلي المغرب مع العشاء، بشرط ان لا تتخذ عاده يعني مو كل يوم الواحد يسويها يعني لا تتخذ عاده. ايضا من الاشياء الجميله في هذا الكتاب انه في كلام للامام احمد بن حنبل قال كل المسلمون يدخلون الجنه، كل المسلمين انه جمع مذكر سالم بالياء، كل المسلمين يدخلون الجنه. فقيل له يا امام كيف هذا؟ قال أبدا، الذنوب نوعان إما كبائر أو صغائر، أما الصغائر فالله يتجاوز عنها، يتجاوز الله عن اللمم، أما الكبائر فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فأي ذنب للمسلمين بعد ذلك إذا كان الله يعني يشفع في الصغائر يغفر عن الصغائر والرسول صلى الله عليه وسلم يشفع في الكبائر، فنحن كلنا داخلين. لذلك أنا أبارك لي ولك وللمسلمين كلهم أن داخلين الجنة إن شاء الله. أنا بس ما بقدر أريح الفاسدين في المجتمع المصابين النهابين. الفاسدين إن شاء الله ربنا حيهديهم. لأنه هذا ليس خطأ على النفس خطأ على الناس. ربنا حيهديهم مثل ما هداني وهداك إن شاء الله. بعد إيش بعد ما طيب إذا تنصح بقراءة هذا الكتاب؟ والله هذا الكتاب وهو رفع الحرج في الشريعة. في الشريعة الإسلامية للشيخ صالح بن حميد، لأنه يمكن يكون أو هذا الكتاب أيضا، بس هذا خلينا نتكلم عنه في موضوع مرة أخرى. طيب. لكن هذا متوفر في الأسواق لأنه إحنا متكلمنا عن الغزاوي أكثر الناس عاتبوني قالوا كيف توصين على كتاب غير موجود في الأسواق؟ فالمرة ذي جبنا لهم كتاب. طيب. موجود في الأسواق. طيب راح نروح أيضا قبل الفاصل لعبارة اليوم، هذه فقرة اعتمدت في الموسم الجديد.
مرة تكلمنا عن الخصوصية. نعم. ومرة إيش اللي كان قبل أيضا؟ عبارة الخصوصية، ومن قبلها والله يا الله قاتل الله النسيان. شوف هذا من المعاصي ترى اللي ينسى. لكن خلينا في عبارة طيب اليوم. الأسبوع الجاي نتذكر لك أسبوع بناء على طلبها. أيوة خلينا الأسبوع الجاي أذكر لك أسبوع قبل الماضي، إيش رأيك؟ طيب. أحطها هومورك واجب علي. أوكي. يعني أنا أعتقد أنت تعرف يا أبو سعد إنه الدولة ما شاء الله عندنا تطور الأفكار يوم بعد يوم. مثلا كنا نستخدم كلمة مكرمة، حتى جاء تعميم إنه بعدم استخدام هذه الكلمة لأنها كلمة لا تليق. فدائما هناك تحديث في الوزارات، كان عندنا وزارة إعلام في صارت الثقافة والإعلام، كان في التلفزيون والإذاعة كانت تابعة الآن صارت هي مستقلة، في تحديث مستمر. أنا أعتقد عبارة بناء على طلب يجب أن تشطب، بمعنى أنه أنت إنسان أمام حالتين، إما أن يكون الشخص أدى واجبه وتم الفترة النظامية ولذلك يحال بناء على النظام الذي يحيله، أو أنه غير صالح للعمل ويعفى بناء على المصلحة العامة. وليس هناك حالة، لأنك لما تقول بناء على طلبي كأنه هذا المعفى يمن على الوطن، الوطن فوق الجميع، لا أحد يمن على الوطن وكلنا في هذا الوطن. طيب وإن كان في أحد يعني طلب، يعني هذا ممكن أنت لما تحط هذه العبارات إذا في أحد طلب فعلا حيبان، في أحيانا يحصل حصلت حالات أو كثيرة أو استعاض عنه بأنه يستقيل استقالة وحسنت استقالة، لكن إعفاء على الطلب لأن الناس بدأت يعني الحقيقة تسخر من هذه العبارة، وإحنا ما نريد أنه هيبة النظام أنه تكون بهذا الشكل أنه أحد يسخر بالعبارات. لكن تعرف أنه في قرارات صدرت في الفترة الأخيرة لم يكن فيها بالضبط، وهذا اللي يقول لك أنا مدخلي هنا أنه الدولة دائما ما شاء الله في حالة تحديث وتطوير في استمرار، يعني الناس طيب. مع الأسف ما تتطور، يعني إلى الآن بعض الصحفيين يكتب مكرمة مع أنه ممنوع، يعني بالنظام ممنوع، بعض الصحفيين ولفوا على العبارة هذه القديمة. طيب فاصل ونعود بعد قليل. يا هلا بالعرفج مرة ثانية وثالثة. طبعا احنا في الجزء الأخير والفقرة اللي تحبونها ويحبها كثير من الناس، المقاطع اللي موجودة على اليوتيوب ولا في الكيك ولا في مقاطع مرسلة وموجودة من زمان نشوفها ويعلق عليها الدكتور. أهلا وسهلا فيك دكتور مرة ثانية. أهلا بك. ناخذ أول مقطع. ناخذ والله شو أوراق شغل يا أخي، تعب والله، العمل تعب يا أخي، بس ثقيل. خلاص بعدين نتكلم عنه. ناخذ أول مقطع. يعني أنا أعتقد أنه هذا الطفل مغرر به بالطرب، هذا يصفق أحسن لأنه صوته غير واضح ولا تدري، يطلع مع الزمن لكن هو حاليا في الوضع الراهن هو مغرر به معك جلسات كذا. الجلس تصفيق الله جميل. الله يحفظه. نأخذ مقطع ثاني. السلام عليكم، أدري أنكم زعلانين عشان ما طلعت كيكة من زمان، بس سامحوني كان مسافة السكة للمريخ. أبشركم الحين أنا بالمريخ و قالوا لي ترك ما عاد بترجع، يعني بتعيش هنا لحالك، والحمد لله اهم شيء اني انا مدير نفسي، ما حد يتدخل فيه ابدا. وبعدين ابشركم يعني قدرت اني امتلك ارض، بس ما يسمونها ارض هنا، ما يسمونها، يسمونها مريخه، في المريخ عندهم، في المريخ هم يسمونها مريخه، على الدائري على شرعي الحمد لله، امتلكته قدام اموت اهم شيء. شوف مريخة لا والله بريء الرجل. شوف هو واضح أنه يكره شيئين، يكره أنه يكون أحد مدير عليه، لذلك يقول أنا حر نفسي، لا أحد يقول له روح صلي، لا أحد يقول له تعال الدوام، لا أحد يقول له ادفع رسوم. أيضا أنه لمح إلى مسألة الأراضي وأنه في المريخ بطريقة جميلة وأنه على الدائري، يعني واضح أنه كمان مضبط أمور على الدائري مريخة مريخة. بس مين اللي توسط له هناك في المريخ؟ أكيد في هناك واسطات. ما أعتقد لسه فاضية ما في تضغيب. تأخذ براحتك. أي تأخذ براحتك يعني زي الزمان. طيب خلينا نروح نأخذ، بس أنا وأنت ما عندنا الراضي والله شو نسوي، أمر الله شق القلب. لا ونأخذ معنا يا هلا كمان. لا خلي أهل الأرض يحتاجون الأرض. لو راح في المريخ. أي والله من يتكلم عن مشاكل الناس. لا معنى يعرف إنه في ناس ودهم يروح المريخ، بس إن شاء الله يبقى على الأرض. راح نروح نشوف المقطع الثالث.
في اللي جديد التقمص وأنا مبسوط. تقمص راشد كثير. نعم وأنا مبسوط من اللحن السوداني هذا لأني فخور والله بالسودان. على ملف السودان أنت هنا زعل السودانيين كثير. والله ما زعلهم سعد، بالعكس والله إنهم أحبابي، لكن أحيانا يعني أحاكم بنص أكثر ما استحق. هل أنت ندمان عليه؟ تعتذر؟ تبغى توضح شيء فيه؟ والله لا، نحن نفرغها موضوع مستقل في حلقة قادمة نشوف حتى ننتهي، لأنهم الحين مقدمين شكوى. إن شاء الله الأمور تتم بالصلح ولا يشتكوني، لأن يتيم وغلبان. والله يا أخي أني ما قصدي أبدا أزعلهم، وأنا سعيد بالأغنية هذه أنه فيها لحن. لا بس أنت زعلتهم. لا الكلام اللي قلته ترى كان الرحالة يعني بورك هارت. لا قال بس استخدمت السودان. استخدمت الكائنات. لا كلنا كائنات، أنا كائنات تجل كائنات حية كلنا. أنت لا أنا أقول لكم ليه زعلانين، وصفتهم بالكسل، وصفتهم. لا اللي وصفهم رحالة من قبلي، أنا والله مجرد ناقل. بعدين أنا قلت إنهم مثل الأنبياء يرعون الغنم، وذكرت إنهم من أفضل من رأيت في بريطانيا من الكوادر العلمية. الأمير نايف رحمه الله قال أنا أشهد لله أنكم أفضل من عمل عندنا في السعودية. هذه الشهادات أنا جبتها هم يعرفونها، لكن هم مع الأسف بعض الأخوان أخذوها بحماس الله يسامحهم وقوموا عليه حملة، لكن ربنا موجود إن شاء الله. طيب راح نروح إلى المقطع الرابع. هاي عزوز مبسوط هنا في الشقة هذه؟ أنا نقعد فيها لين يوم القيامة. حول نقعد لين يوم القيامة؟ إيه. ادفع البلاء. خلنا نقعد لين يوم القيامة زين بقى. يعني تعبير بريء. بريء. شايف الديرة الزينة؟ أي والخضرة شوف يقول لك ثلاثة تذهب الحزن، الخضرة والماء والوجه الحسن. هذا الرجل مع زوجته ومع أسرة الوجه الحسن وقدامه الخضرة والماء، لذلك الولد مسكين من الانبهار قال نقعد يوم القيامة. ليش؟ لا رد فعل أبوه حول يعني عرفت فاجأ له. أعتقد إنه في إسبانيا يمكن أو في. والله ما أدري أكيد فرض جميلة يعني. نعم في مكان جميل هو في أوروبا على يمكن ما أدري. طيب. راح نروح نشوف مقطع آخر. ما شاء الله ما شاء الله، انقلبوا كل محللين سياسيين وزراء خارجية ما شاء الله كلهم، حتى اللي في رابع ابتدائي عنده تويتر يكتب أمريكا قامت وأمريكا قصدها وروسيا قصدها وسوريا قصدها. الله 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 الله. عن الدراسة يوم الأحد، الدراسة بقى يوم لحد شوف إيش عندك من جدول وشوف كتبك وشوف أنت في ألف ولا جيم ولا شوف إيش عندك زملائك الأولين. خلونا من الفتنة وخلوا تويتر الأهلة، السياسة هذه خلوها الأهلة ما لكم دخل فيها. والله يا أخي حي هذا الرجل العظيم، تصدق لأنه هذا اختصر ما نقوله من ألف سنة. إنه يا أخي حنا مشغولين في قضايا، الآن طلعوا لنا أطفال وغيلمة الصحافة، أنا سميهم وغيلمة مش غلمان، وغيلمة الصحافة أشغلونا في كأن الواحد أمس كان سهران في البيت الأبيض يكتب إنه أمريكا خلال 24 ساعة هتضرب، يجي واحد كأنه سهران مع بوتين قبل أمس قال لا روسيا لها وجهة نظر وما أدري. الآن هذا الشخص تلاقي حتى لمبة الحمام عنده خربانة ما صلحها، قاعد يكتب في تويتر عن مشاكل روسيا وإسبانيا. أنا أعرف والله أب لعائلة إنه أولاد بناته أولاده ما عندهم حفايض، تارك شرح أفايد وقاعد يتكلم عن الأخوان وفي مصر وكذا. فهذا الرجل اختصر لنا كل المسافة وقال يا جماعة انتبه، انت بثالثة باء ولا بثالثة ألف عشان تعرف تروح المدرسة. طيب راح نشوف مقطع أيضا. واش حالك؟ واش هو؟ ارحبوا اروق اي قهوه اي هوا اي قهوه قهوه دله دله قهوه قهوه خولانيه 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 جايه من اليوم جايه الليليه مضبطينه ارحبوا مرتي ارحبوا مرعوفه مرحبا يا رجاء مرحبا يا رجاء يلا حي يلا هلا اقلطوا اقعدوا 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 بس. الكرم الكرم العربي يمتد للقارة الهندية يا أخي. بعدين هذا الرجل اللي أنا شفته كأنه عامل نظافة، هو عامل نظافة بس هو طيب بأي حق يأخذه هذا؟ عشان كذا الشوارع أحيانا تشوفها وسخة، يمكن يستغلون عمال النظافة قاعد يعلموا كيف شو اسمه هذا المشروب المضر القهوة. لا الشاذلية الشاذلية قال لك مهيلها الرجال. لا لا بس موضوعنا، لكن هل هذا يدخل في عنف مثلا ولا بتنكيت مثلا؟ لا لا هو بيعلم وصول الكرم مرحبه وما أدري ومسكين الهندي ما عارف، والهندي يحب الشام في قروشه ويمكن حسب معطيه 10 ريال عشان يسويها. هذا ذول الناس تأخر أساسا فلوسهم اللي ايه، وبعدين شو متنكر عشان ما حد يعرف ما يحاسب. لا من الشمس والله مسكين حط هذه. طيب ناخذ مقطع أخير.
خلاص يا حبيبي، انا من اليوم ورايح اشتغل حلاق يا حبيبي، ما بي وظيفه ولا يا عدنان، وظايف وجع راس قسما بالله، 6 ساعات 7 ساعات تكرف ولا يطلع لك الا 3000 4000، والحلاق يطلع لك ذهب يا حبيبي، تدخل لك ذهب، هاتنا وجهك انت زي الناس. ها عدنان كيف؟ هذا من عدنان اللي معلمنا كيف الحلاقه، سعودي حلاق. ايه لا تقطع وجهك حبيبي، تكرفون كرف الويل ولا يطلع شيء، قسم بالله احسن لا تقطع وجهك. بس اعطني وجهك الثاني من هنا. قطعت والله هذه فرصة يا أبو سعد أن نعيد الناس للمهن الحرفية الجميلة هذه. أنت تعرف أنه الحلاق الشخص الوحيد اللي تسلم له رقبتك وأنت طايع ودليل أمامه. أيوه تقول كذا بعد الرأي. أيوه لا أنا أقول، لا هو اللي يقول. لا الحلاق. أيوه يقول لا، بس مع الأسف أنه ما زال في بعض الأخلاق السعودية أنه جفس أرفع رأسك كذا، افترض الحلاق ارفع راسك انت سعودي. اي لا مو ارفع راسك انت تحلق الحين. فهو المفروض ياخذه ببساطه يقول ميل راسك كذا ولا كذا، لكن هو اخلاقه اللي في الشارع جابها محطه في الحلاقه. وهي الحلاقه مهنه تتطلب قدر من النعومه، انك تلعب في الموس، انت تعرف مصطلح اللعب بالموس، ممكن تشرط ويطلع الدم. فنحيي المهنه هذه وان شاء الله نرجع. نحيي المهنه في اساس سعوديين وغير سعوديين. اشكر الدكتور احمد العرفج على يعني حضورك معنا، نلقاك في الاسبوع المقبل. الشكر لكم يا سيدي. إذا هنا يا هلا بالعرفج، ما نهيناها قصد الفقرة يعني، هي ستظل مشتعلة. أشكر دائما كل من يخصص من وقته لمتابعتنا في يا هلا. غدا يلقاكم باسل الثنيان في يا هلا. أنا ألقاكم يوم الأحد المقبل في أمان الله.